إشارة إعلاني سريع. إخوان وش كتعرفوا شركة ريش فيتو؟ هذه الشركة اللي دعمني في هذه الفترة، مقدمة لي كل الأشياء. صراحة في الفترة اللي أنا ضيقت فيها ما لقيتش سبونسور اللي دعمني يوقف دائما في ظهري ماديا بشكل عام. راكم عارفين سبونسور يعني غادي يدعمك ماديا. هذه الشركة اللي وقفت معي، لهيك أنا بغي نقول لكم راه درت أنا وياها جيف أواي. شركة ريش فيتو شركة مختصة بمستحضرات التجميل، درت أنا وياها جيف أواي. غتدخلوا هذا البوست عندي في الباج ديالي في انستغرام، غتكليكوا عليه لايك وغديروا فولو لحساب ريش فيتو، لان غنكون مطاقيه في اسفل بوست. ها هو هنا غتكون مطاقه، غتدخلي غديروا فولو لحساب ريش فيتو وغديروا لايك لهذا البوست وغتكتبوا كومنتير وغتدخلوا معنا السحب على جيف أواي على منتجات طبيعيه تهتم في البشره سواء الرجل او المراه. هذا هو الاشهار سريعا الاعلان، يلا نكملوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم اخوكم ولد غزه فيديو جديد. طبعا انا بس ضرب هذاك البول على الدرع، مش علاش البول الاخر حتى خسرات تمشي نصيبها. وحاجه اخرى توحد فيكم يسولني علاش لابس تريك وفوق من التريك وفوق من التريك، والبرد البرد يا اخويا كيقتل. انا راه لابس 100 تريك و 13 سروال 6 قاشر، يلا نتكافى انا والبرد. المهم مش هو هذا الموضوع، غادي نعود لكم واحد القصه. دابا كتوقع مع هاد القصة صار لها بالضبط شهر وشي حاجة، وهي كتوقع مع هاد القصة بشكل متواصل إلى حد هاد اليوم، إلى حد هاد الصباح. عرفت القصة وعرفت كل إشي وعرفت علاش كيطرى لي هاد الشي كامل في الشهر اللي فات. مؤخرا سكنت أنا في سلا في واحد المهم في واحد البلاصة في سلا. فاش سكنت في هاد المدينة ضروري خاصك تعرف الحانوت، خاصك تعرف السناكات اللي كاينين، إلا بغيت تاكل ما فيك اللي طيب شي حاجة تنوض الحبيب تشريها من برا ولا شي حاجه. المهم شنو غادي يوقع؟ غادي نمشي لواحد السناك، هادي نقول تقريبا شي شهر وشي حاجه. ملي مشيت لك السناك طلبت منه تاكوس، عطاني مع داك التاكوس صالاد هكاك. السرباي قال لي هاد الصالاد منا، قلت هو علاش غادي يدير مع هاد الشيء بحال هكاك من البدايه؟ ما عرفتش، قلت لي شكرا وزدت في حالي. ورا بيومين عاوتاني مشيت داك المطعم غادي ناخذ منه شي حاجه اخرى، كيعطينا عصير مع ديك الماكله، عصير من المطعم. مرة غاد ناخد تاكوس عاوتاني كيعطيني صالاد، مرة كيعطيني عصير، مرة كيعطيني. المهم فيما كنمشي كناكل عنده لمدة شهر والصرف، السرباي كيعطيني شي حاجة من المطعم هكاك فابور، ولا كيدخل لي الشك علاش كيدير هكاك. كنقول لي أنا كنسول السرباي شكون اللي كيعطيني هادشي؟ كيقول لي مولشي. كنقول لي فين هو مولشي؟ كيقول لي راه ما كاينش، عا كيشوف في الكاميرا، كيشوفك كتجي كيعطيك داكشي، كيقول أعطيه شي حاجة. قلت هو يعني خاص نعرف علاش كيطرى هاد الشيء، خاص نعرف شكون هو هاد مولشي، خاص نتعرف عليه. واحد السيد راه شهر والصرف كيكرمك هكاك لا في لا، يعني خاصك تعرف شكون هو، واش من المتابعين وما تعرف. المهم اليوم الصباح مشيت فطرت عندك المطعم، عاوتاني جيت غنخلص قال لي الفطور على حساب من اليوم. قلت لي والو، خاصني نهضر مع السيد مع صاحب المطعم. قال لي راه ما كاينش. قلت لي ما قلت لي عيطوا لي في التليفون وداك الشيء هذا. المهم باغي نهضر مع هاد السيد، باغي نعرف علاش كيدير مع هاد الشيء. انا زعما راه بدا كيدخل لي الشك عاوتاني، كنقول له واه شنو هاد السيد باغي مني انايا؟ واش كل يوم كيبقى شنو باغي هاد الشيء؟ ما عرفتش، خاصني نطمن واش عند الحق ولا لا اخوان، راه هاد الشيء اللي كاين. المهم قلت لي هضر مع السيد، هضر مع صاحب المطعم، انا خاصني نهضر معاه، خاصني نجلس معاه نعرف علاش كيدير هاد الشيء. بالفعل اخوان السرباي هضر مع صاحب المطعم، قال لي هاد السيد بغى يشوفك ضروري. هضر مع مول المحل قال لي انا راه ما كاينش هنايا، ولكن يعني صافي تندوز ان شاء الله المطعم نتلاقى بك وداكشي. قلت لي لا لا، قلت لي راه خاصني نتلاقاك دابا واخا نعرف راسي غادي نسافر لك ان شاء الله في الصحراء. قال لي راه انا كاين في سلا ولكن كاين في الدار. قلت لي ولا اللي جات على خاطرك، الا قديت تخرج نجي انا مثلا عندك نتقهوى معك حدا داركم ولا انت تجي. قال لي صافي تسناني واحد نص ساعه غادي نجي ونريحوا في القهوه لحدا المطعم اللي كنا كنا يعني حدا الدار. جا السيد، اول حاجه غطره ملي سلم علي عنقني وبدا كيبكي. هذه اول حاجه انا بديت كندير شنو كاين فين ياك لاباس يا حبيبي علاش كتبكي؟ عاود ليا شنو واقع. هو يقول لي قال لي انا من المتابعين الاوائل لك في يوتيوب. انا هنا اقسم لك بالله شعري هكا تشوك، ما بقيتش عارف واو واش كيتابعني من شحال هادي. قلت شنو زعما اول فيديو حضرتو؟ عاود لي واحد الفيديو كنت درتو شحال هادي، كنت يلا كندير اليوتيوب واحد الفيديو مش عارف كندير بحال الصندبه كنعاود واحد الحاجه. المهم فيديو قديم بزاف هذاك الفيديو. قلت لي من ذاك الوقت؟ قال لي
قال لي كنت كنعرف باللي راك فلسطيني، وانا من اللي شفتك عندي في المطعم اول مره انا ديما كتكون عندي البيرو، عندي فين انا خدام في الدار، عندي مكتب، وديما عندي كمره المحل كنراقب المحل وداك الشيء كنشوف شنو وضعه واش غاد الامور مزيان ولا مزيانش. اول مره شفتك فيها عيطني شال الدر اللي خدام تما، قلت لي اعطيه شيء، اعطيه كادو مثلا سلطه ولا عصير ولا شي حاجه، وفيما كيجي لهاد المطعم اعطيه هاد الشيء. كنقول علاش كدير هاد الشيء، واش حتىش كتبعني زعما من اللي فان ولا حتىش انا فلسطيني، باغي نعرف علاش كدير هاد الشيء. قال لي صراحه بجوج، قال لي كنت مغربي وكتعجبني في داكشي اللي كنت غنديرو غندير معك نفس الاشي، ولكن اكون انا بتابعك وبضيعش لك ولا فيديو، وترى غادي يشوف هذا الفيديو ما غاديش يطيق باللي انا اخر حاجه غيتوقع باللي انا صورت عليه قصه بحال هكاك. قال لي فين كنا الاخوان، نسيت فين كنا، اشتركوا في القناه طيب واجي نكملوا فين كنا. نعاودوا. قال لي كنت مغربي وكنتابعك غندير معك نفس الشيء، ولكن فلسطيني وهنا في المغرب وكتهضر بالدريجه وكتدافع عن المغرب وكيعجبك العادات والتقاليد عندنا، كيعجبك هادشي اللي كنديرو، راه شي حاجه بيزار عندي بزاف، شي حاجه بزاف. وانا ما قراتش يعني، انا 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 كنحاول نقدم بالقليل يعني. انا من نهار الاول فاش عيطت للسربي قلت لي ما تخلصش من عنده، ولكن في نفس الوقت غتجي ناقصه الا قلت لي ما تخلصش من عنده وما كيعرفكش ولا شي حاجه. قلت لي لا تخلص من عنده، هذا شهاده خدمه، ولكن في نفس الوقت اعطيه كادو، اعطيه شي حاجه من محل باش ما نقللش من قيمتك ولا شي حاجه. قلت لي والله لا برافو عليك وعندك الحق وشكرا بزاف يعني على هذا الشيء. حتى اخوان انا انصدمت، انا من الصباح ندير بحال هكاك، كنقول معقول قوه التاثير في السوشيال ميديا ممكن تعمل هذا الشيء، معقول الناس تصير تحبك هيك لا في الله. المهم بعديها بدا كيعاود لي شي حوايج، قال لي فاش كان عندي 18 عام كانت انتفاضه 2000 في فلسطين، وكان امنيه حياتي امشي لهذيك البلاد في ذاك الوقت، وبقيت كنخرج في المظاهرات باغي نمشي نموت تما، ولكن ما كتبش الله. وقال لي صراحه من هذاك الوقت لحتى الان انا كان عندي حلم، ركزوا شنو هو الحلم ديالو، كان انا عندي حلم اتلاقى مع فلسطيني في المغرب، يعني هكاك تجيب الصدفه اتلاقى مع حد فلسطيني. وفاش عيط لي قلت لي غنتلاقاك، راه ما تخيلش شحال فرحت اولا من اللي هضرت معايا، هو كيهضر يقول ما تخيلش شحال فرحت من اللي هضرت معايا. وحاجه اخرى، راه واحد الحلم كان عندي اني غنتلاقى فلسطيني وجيت انت وتلاقيت بك اليوم، فعندي الفرح مضروب فرحين، عندي الاشي مدوبل. قلت لي بالعكس، بحصل لي الشرف انا اللي غادي نتلاقى بيك، بحصل لي الشرف انه نتعرف عليك، يحصل لي شرف، يحصل لي. وداك السيد والو بدا كيهضر وكيعاود على القضيه الفلسطينيه، ولات دموعه كتنزل من عينيه. إيه والحالة ديالنا احنا مع المغاربة اللي احنا عارفينها في المغرب، كيبدا كيعاود على القضية الفلسطينية، كيبدا كيبكي، وكمية التضامن والحب والعطف اللي كنشوفوه من اللي كنتعاملوا مع المغاربة، راه هادشي تعودنا عليه. ولكن هاد السيد صدمني، انا صدمني بكمية المعلومات بعد اللي عرف عني، صدمني بشحال مرة يعني. مرة اول حاجة قال لي فرحت بزاف من رجعت القناه من التشفرات، بعديها جا قال لي بدا كيعاود لي شي حوايج كنت كنقولها في ستوريات في انستغرام شحال هادي، بدا كيعاود لي شي حوايج يعني، عرفتو متابع كل تفصيل اللي انا بعملها. عن جد هذا اكتشفت انه هذا السيد من المتابعين الاوفياء في هذه القناه. استغربت انا، عجبني الحال بزاف، فكان بغي نقول لي شكرا بزاف، شكرا بزاف، شكرا لك من هذا المنبر، ونتمنى ربنا يسهل عليك وان شاء الله المطعم ديالك بصل لك ولدني. انا قلت له كمان، قلت لي باغي نصور لك الشهر عندك في المطعم ونحط عندي فيديو في يوتيوب باش الناس تجي عندك اللي كانوا في الرباط ولا شي حاجه. قال لي لا ما بغيتش دير لي هذا الشيء. كنقول لي علاش، كنقول لي باش ما نسماش انا كندير شي حاجه باش تعطيني انت مقابل ديالها. شوف كيفاش كيفك واحد عزت النفس ما شي حاجه في شكل. قال لي لا ما ديرش هذا الشيء، قال لي ما بغيتش انا هكاك الحمد لله خدام مزيان والناس كتجي كتاكل عندي بخير. انا حصل لي الشرف انه تلاقيت بك هنايا، وحلفني امانه الله بينه وبين الله، قال لي لا خصت عليك شي حاجه، خوك موجود. وصراحه انا تشرفت بهذا السيد وتشرفت بزاف به، لدرجه انه انا قلت واخيرا يعني ها هي واحد من الناس تزاد من قائمه اصحابي، لانه عن جد انا هاد الناس اللي زيك بعتبرهم من الاصدقاء العزاز عليا، لانه فاش كيكون شي واحد متابعك من كل قلبه كيبغيك هكاك لا في الله ما باغي منك شي حاجه، راه هذا هو الصديق المناسب. بالعكس كيبدا كيدفعك يقول لك كمل ما تحبسش وعافاك ونوض وصور لينا واضحك وانشط والعب وكذا وكذا. هاد الناس هما اللي باغيين يشوفوك فرحان، هاد الناس هما اللي باغيين
توصل لأهدافك، لأنه ما عارفين إذا أنت وصلت فهم كاملين كيكونوا وصلوا، إذا وصلت عائلتك كلها وصلت، المتابعين كلهم وصلوا، وإحنا كاملين عيلة واحدة وكاملين خلقنا السعادة. كان أبغيكم بزاف، هذه القصة طرت معي قلت ما يمكنش ما نعودهاش ليكم، ضروري نعودها ليكم، واخا عارفوا يقدر يبكي يقدر يزعل حتىش عودت هذه الصور، ولكن كنت معني أنا ما قلتش أسماء ولا شي حاجة لحتى ما يتضايق، ولا لحتى ما نكونش كنقلل من قيمته ولا شي حاجة. كان بغي شكره بزاف، كنقولي شكرا لك من كل قلبي، شكرا لك شكرا لك شكرا لك، وشكرا على محبتك لأخوك الصغير محمود ولد غزة. كان بغيكم كاملين تشتركوا في القناة، والدراري والله يتحشوا ما عليكم بالله، وخاصكم تشتركوا، اللايكات الكومنترات، وفرقوا لي الوقت الدراري وبالرجولة، راه بغينا نحركوا اللاشين كيف ما كان. أو كي جاكم دير علي هذا راه ساليت الهضره. المهم اشتركوا، اللايك عفط على والدي، شتي ديك اللايك بغيتها تبكي، ديك اللايك ديك اللايك بغيتها تضرب ضرب 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 تتفرقع. كنبغيكم، السلام عليكم، سهلا الفيديو.